يا ابو عبد الله الله يسعد لي هالوجه. اخوي ملفي اكيد ان جايب استفتاحيه ابو ملفي معليش عبر. والله اول شيء امسي عليك وعلى الحضور الكرام وعلى المشاهدين. يا سلام. والله يمسيكم بالخير والعافيه. يرضى عليك. والمشاركه اقول هيض علي وقتي وهوج اشتال ابيات من هاجس ما جابها أجل الكلام. يالله يا عالم الأمور الخفيات طالبك أنا يا رب على المقام. هيض علي وقتي وهوجست الأبيات من هاجس ما جاب هزل الكلام. يالله يا عالم الأمور الخفيات طالبك أنا يا رب على المقام. من بعدها يا رجل بعطيك وصفات هرج صحيح ما لحقها الملامي. احذر من اللي لا تجملت به فات اليا قضى حاجته جملك عدامي. هذا على حاجته ساق البطولات ضعيف نفسه واطي بالمقامي. تكرمون ويكرمون المشاهدين. هذا على حاجته ساق البطولات ضعيف نفسه واطي بالمقامي. واحذر من اللي زود هرجه دعايات هذا سموم القلب كسر العظام. واحذر من اللي لدعى ماله ثبات كذاب نمام وخويه يضام. واحذر يعين زلة فيك شمات طحتك تفرح بارد الوجه عامي. وان شفت حاسد واسود القلب بالذات احقره والحقران حق الهدامي. واحذر تجامل واحد فيه ميلات وقد بان فيها العيب حقه تمامي. واقرب من اللي يعشقون الجمالات شروى اللي يسمع. واقرب من اللي يعشقون الجمالات اللي لهم في العز عرش وسامي. وخوب لجلة من لمح فيك ضيقات فزعته تروي الحلق لا صرت ضامي. وصافح عزيز النفس يا طيب الذات تكسب سعد روحك وعلمك تمامي. والحمد لله ختم طرق الجزيلات من هاجس يفتلج زال الكلام. سلام سلام سلام. صحة أبدان. صح لسانك وعلى شانك. ما شاء الله أبيات جدا جدا جميلة. ما شاء الله تبارك الله. وننتقل لأبو أبو محمد شم متحمسين ومشتاقين.